فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله في ذكر المفارقة بين أهل الصراط المستقيم وأصحاب الجحيم، قال: وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى والأعاجم وأهل الجاهلية من العرب، وأهل الجاهلية من العرب وغيرهم، ومن جاهلية العرب ما أحدثوه في العبادات التي أصلها مشروع مثل الحج، فإن الإحرام بالحج أو العمرة ركن من أركانهما، مشروع وهو ركن من أركان الحج والعمرة، والإحرام كما هو معلوم هو نية الدخول في النسك، ثم يحرم عليه أشياء يتجنبها إلى أن يحل من إحرامه مثل لبس المخيط، تغطية الرأس، والتطيب، وغير ذلك من محظورات الإحرام المعروفة. إلا أن المشركين زادوا فوضعوا محظورا زائدا في الإحرام، وهو عدم الاستظلال بشيء، وأنهم يخرجون ويضحون للشمس ولا يدخلون تحت سقف ولا يدخلون من باب، بزعمهم من أجل أن يخرجوا للشمس، وهذا محظور زادوه من عند أنفسهم. وفي هذا فسر قوله وبهذا فسر قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فسر بأن معنى الآية الرد على أهل الجاهلية في أنهم إذا أحرموا لا يدخلون مع الأبواب إلى البيوت، وإنما يتسورون من الجدران من ظهور البيوت، ويعتبرون هذا من البر والطاعة. فالله نفى ذلك وقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبهذا أخذ بعض أهل البدع، فلا يزال هذا موجودا في بعض أهل البدع، حينما يحرمون فإنهم لا يدخلون تحت سقف السيارات إذا كانوا في الطريق، بل يكشفونها، يكشفون السيارات ويزيلون أغطيتها وسقفها من أجل أن يتبينوا للشمس كما يقولون، أو لا يكون فوق رؤوسهم شيء. فهذا تشبه بأهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم خالف ذلك، فضربت له قبة بنمرة وهو محرم، دخل فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من دخول البيت وهو محرم، وكان أيضا يظلل عليه بالثوب وهو يرمي الجمرة وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فخالف بذلك هدي المشركين. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يخالفوا هدي أهل الجاهلية، وأن يتركوا هذا المظهر المبتدع في العبادة.